في مسلسل ممالك النار معروض على الام بي سي، ويعني انا شايف في رد فعل عالي جدا جدا جدا، وده شيء جميل جدا. طبعا انا متوقف عند 2 ممثلين مع كل التقدير لفريق التمثيل الهايل اللي موجود كله. طبعا عند خالد النبوي وعند رشيد عساف لانه عامل دور كونسول غولي بمهاره فظيعه بصراحه. انا ما بشوف خالد النبوي بيتقدم بيعمل حاجات بديعه كده، بحس ان هو اخويا الصغير ابني. انه انا شفته اول مره اتعرف على خالد النبوي كان في سينما كريم، كنا قاعدين انا ويوسف شاهين الله يرحمه، استاذ رؤوف توفيق ربنا يديله الصحه، واظن كمان كان معانا يوسف شريف رزق الله، اظن مش متاكد الله يرحمه طبعا الناقد الكبير، وكانت معانا يسرى وبس، وفي حد قاعد جنب يسرى ما اعرفش، انا قاعد جنب يسرى كده وراها انا وراها. وبدا فيلم المهاجر، في وسط الفيلم مش قادر انا طبعا، لو كلمت يوسف شاهين هيصرخ وبوظ الصمت اللي فيه، احنا العرض بيتعرض احنا 5 انفار. فوطيت عليه قلت له مين الواد ده؟ فلقيته بيقول لي انا قاعد جنبه خالد النبوي في المهاجر. ومن ساعتها وخالد بيتميز، خالد النبوي مش بس بالاداء وحسن الاداء، لا هو بيتميز انه بيطور نفسه باستمرار. يعني شوفوا في المسلسل عامل لغه خاصه بيه، هو بسيط جدا، وهكذا كانت تومان باي. يعني اللي يقرا عن تومان باي يكتشف ان خالد النبوي كانه كان يعرفه الشخصيه بالظبط زي ما موجوده في الكتب. كان طيب جدا زيه كده، وودود جدا، وبسيط جدا. فعملها خالد، انتوا عارفين دايما المسلسلات التاريخيه بتبقى محتاجه احيانا الممثلين يتشنجوا بتاع حاجات زي كده. فخالد ورشيد عساف ما تشنجوش خالص، عملوا الاداء يعني في منتهى الروعه. طبعا انا مش هتكلم عن المسلسل ككل ولا عن خالد ككل لغايه ما تخلص الحلقات. لكن انا مبسوط جدا ان حضراتكم بتتابعوه، جميل جدا انكم تتابعوه وتشوفوا التاريخ حصل فيه ايه. وهو هينتهي بمأساة فظيعه، يعني المسلسل نهايته حزينه جدا جدا، لكن هذه ايام ولت ويبقى منها الحاجات كتير جدا جدا. انتوا هتحسوها بقى لما تشوفوا المسلسل ماشي رايح فين، وتشوفوا ازاي الدول بتنهار ودول جديده بتبدا، وازاي بيحدث الانهيار ده من خارج، من قوه، من دوله كبيره. الدوله العثمانيه دي كانت دوله كبيره جدا، وبعدين دخلوا المماليك وعملوا اللي عملوه والقصه الطويله دي. فدي كلها حاجات بنتعلم منها دلوقتي، يعني تفيد النهارده في اي دوله بتدور نفسها، الحاجات دي ممكن تستفيد منها. ولاحظوا العلاقه اللي بين تومان باي وقنصوه الغوري، العلاقه دي مهمه جدا. العلاقه اللي بين الراجل اللي هو عمه المفروض، وتومان باي اللي هو بيحب الناس جدا، وعمه اللي هو ما هم مماليك برضه والمماليك ليهم حاجات كتير وحاجات كتير وحاجات كتير. فانا بشكر خالد النبوي على ان هو مجتهد جدا وبيدؤوب على شغله، وبيختار بعنايه شديده جدا جدا جدا، ما هواش متصربع خالص على اي حاجه. يعني ما تحسش ان خالد النبوي في اي عمل بيقدمه، يمكن طبعا تابعت وحده الغروب، تحس انه ممثل بيذاكر بيدرس كل حاجه بيعملها، كل حاجه قبل ما يشوفها يوافق عليها. تحس ان هو يعني بيجتهد جدا في شغله، وبيحاول دايما يقدم حاجه مختلفه. فممثل تحب ان انت تتابعه، لانه هو مهتم قوي ان يقدم لك انت حاجه هو مصدقها قوي، عشان حضرتك وحضرتك تصدقوا اللي هو بيقدمه. ولذلك انك انت تشوف مسلسل تاريخي والاقي الناس متابعاه وبيكتبوا حاجات على التواصل الاجتماعي، ده حاجه شيء جميل جدا، لانه مفيش اجمل من ان احنا ننظر للماضي عشان نتعلم كيف نواجه المستقبل. احنا رحنا قبل كده صورنا في الغوري، في وكاله الغوري. طبعا هنا هنلمس على تومان باي، مش عايز ازيع لكم القصه الكامله لتومان باي عشان خاطر ما يعني احنا اتكلمنا عنها.
انما بعد ما يخلص المسلسل عشان ما احرقش عليكم الاحداث. فهذيع لكم اللقاء اللي احنا اللقاء التقرير اللي عملناه في وكاله الغوري، وبيتكلم عن قنصور غوري اكتر، ولكن بنجيب سيره تومان باي، وان شاء الله بعد ما يخلص المسلسل ربنا احيانا نتكلم عنه كثيرا يعني. بعد تقرير وكاله الغوري معانا شيخنا الشيخ الملكي، هيكلمنا في موضوع في غايه الجمال، واختار موضوع حلو جدا. لماذا الكلمات الآن بين الناس كالأشواك؟ أشواك مش أشواق، أشواك. ليه الناس رمي أسهمها على بعض كده؟ تك تك تك، أي حاجة تطلع أي قطط الفطسانة في اللي قدامك. فده موضوع أعتقد أنه هيهم حضرتكم جدا، فهنشوفه وكالة الغوري ثم نلتقي بشيخنا. وعندنا النهاردة لقاء عن بهية، بعتولنا أي أسئلة عايزين تسألوها ليه مؤسسة بهية، لأن دي بتعمل حاجة يعني أعتقد أنها مفيدة جدا، وبدأت طبعا تخش فيها بقى يعني قوائم انتظار وحاجات زي كده. فكل الأسئلة اللي هتبعتوها لنا هنطرحها على السادة المسؤولين عن بهية. تعالوا نشوف وكالة الغوري.